صباح هذا اليوم شهدت وزارة الداخلية افتتاح مشروعين يقدمان خدمات للمواطنين في العراق وفي خارج العراق. من أهم المشاريع الاستراتيجية جرت عملية الافتتاح بحضور السيد القائد العام للقوات المسلحة والسيد وزير الداخلية وحضور عدد من ممثلي الوزارات والمؤسسات التابعة إلى الدولة العراقية. الافتتاح الأول كان افتتاح مركز البيانات الرقمي، هذا المركز اللي يقدم خدمات كبيرة ومهمة جداً من في مجال أمن الدولة العراقية وفي مجال المعلومات، ويغطي الخدمات لمدة 20 سنة مستقبلية. هذا المركز سيحتوي على كل المعلومات والبيانات الخاصة بالدوائر الأمنية ومشاركة المعلومات. المركز سيحتوي على معلومات البطاقة الوطنية اللي هي أكثر من 38,188,000 بطاقة. الخط الأول هو خط طباعة اللوحات اللي الآن باشرنا به، سيوفر مبالغ كبيرة للدولة العراقية. كنا سابقاً تطبع هذه اللوحات خارج البلاد، الآن بدأت الطباعة في أروقة وزارة الداخلية في المرور العامة وبالشكل الجديد للوحة المرورية الجديدة. التنسيق مع بغداد وأقليم كردستان، هناك يعني لجنة مشتركة نسقت العمل بشكل كامل، بالتالي اللوحة الموجودة في كردستان واللوحة الموجودة في بغداد متقاربة ومتشابهة جدا من حيث الشكل والأرقام ومن حيث النوع. مشروع مهم وكبير جدا، سابقا كنا نطبع اللوحات خارج البلاد وننتظر ويحتاج إلى تحويلات مالية وغيرها، الآن أصبح الطباعة داخل البلاد. هذا يعني ينتج 1500 لوحة في الساعة، معمل متكامل، أحدث الأجهزة الموجودة في العالم تم جلبها لهذا المكان، وبالتالي هذا مكسب لوزارة الداخلية. ضمن توجيهات البرنامج الحكومي لتقديم أفضل خدمات للمواطن الكريم وتوجيهات من معالي السيد وزير الداخلية، تم افتتاح معمل إنتاج اللوحات المرورية اليوم. هذا المعمل ذو الكفاءة العالية من الناحية الأمنية والنواحي الأخرى، يعمل على إنتاج ما يقارب 1500 لوحة مرورية في الساعة الواحدة، ما يكفي لسد حاجة المواطنين في بغداد والمحافظات بجودة عالية.